أمطار رعدية تطال العاصمة وسحب رعدية في غالبية المناطق وغبار وانعدام للرؤية، وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا سادت حالة من عدم الاستقرار الجوي في عامة مناطق المملكة خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى يوم الجمعة بمشيئة الله. وبالنظر إلى فرص هطول الأمطار وخرائط هطول الأمطار الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن الفرصة قد تزال موجودة في أغلب مناطق المملكة، ولكن بشكل عشوائي كما هو مبين لديكم مع مرور الساعات قد تصل إلى العاصمة الرياض هذه الفرص، وأيضا قد تكون مصحوبة في نشاط للرياح مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مما يؤدي إلى انعدام مدى الرؤية الأفقية. لذلك نود التنبيه من الموجات الغبارية التي قد تصاحب هذه الحالة الجوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تكون الأجواء مغبرة مع احتمال لزخات من الأمطار، وتكون درجة الحرارة 23 درجة مئوية، وسرعة الرياح متوقعة أن تصل إلى 14 كيلومتر في الساعة. ننتقل لمعرفة درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة. يوم الثلاثاء متوقع أن يكون هنالك فرص لأمطار رعدية، 32 درجة مئوية نهارا و23 درجة مئوية ليلا. أما الأربعاء فتكون الأجواء صافية أكثر، لتكون درجة الحرارة 35 درجة مئوية وليلا 25 درجة مئوية. أما يوم الخميس فتعود الفرصة لهذه الزخات المطرية الرعدية، لتكون درجة الحرارة نهارا 33 درجة مئوية وليلا إلى 24 درجة مئوية. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها من سكاكا، حيث تكون هنالك فرص لزخات أمطار رعدية، تكون درجة الحرارة من 29 إلى 18، في عرعر من 29 إلى 17، وفي تبوك من 32 إلى 22 درجة مئوية ليلا. أما في مكة المكرمة الأجواء صافية من 38 إلى 25، كذلك الأمر في المدينة المنورة من 37 إلى 25، وفي جدة من 35 إلى 27. أما في الطائف فهنالك فرصة لزخات أمطار رعدية من 27 إلى 19 درجة مئوية. في أبها فرص لأمطار رعدية أيضا 26 إلى 14، في الباحة كذلك الأمر من 24 إلى 16، وفي جازان من 35 إلى 28 درجة مئوية ليلا. في الدمام فرص لأمطار من 36 إلى 24، في الإحساء فرص لأمطار رعدية من 35 إلى 23، وفي حفر الباطن من 34 إلى 23 درجة مئوية. في العاصمة الرياض من 32 إلى 23 مع فرص لأمطار رعدية، في بريدة من 32 إلى 20، وفي حائل الأجواء صافية من 29 إلى 17 درجة مئوية. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.